معنا عبر الهاتف أسماء سريب، عضو المؤتمر الوطني العام. أهلا بك أستاذة أسماء. مساء الخير بيكم ولكل متتبعي قناة ليبيا الأحرار. بداية حدثينا عن هذا الاقتحام الذي طرأ الآن. الحقيقة احنا كنا رفعنا الجلسة قبل الظهر لصلاة الظهر وفترة الغداء فترة الراحة بالعادة، وقال رئيس المؤتمر الوطني سيد نور أبو سهلين بأن هناك متظاهرين سلميين موجودين خارج قاعة المؤتمر، وبعض منهم سيدخل لإلقاء بيان، ومن يرغب من الأعضاء بالحضور أو رؤساء الكتل في القاعة المخصصة في الدور الأرضي في الأي بي خاصة باستقبال مثل هذه هؤلاء نعم الناس. فكان الاجتماع عادي وكانوا قاعدين، بس فجأة قبل عقد الجلسة المسائية بدأت الأصوات تتعالى في من المتظاهرين واقتحموا المكان ودخلوا إلى قاعة المؤتمر، يعني حطموا مستوياتها وحطموا يعني حتى محتويات الأعضاء حقائبهم والأجهزة الخاصة بهم يعني كانت موجودة داخل القاعة منهم كانوا في فترة الغداء. صراحة يعني أنا على الصعيد الشخصي كنت يعني جد داخل القاعة ودخل القاعة وبدأوا في رمي الأكواب الماء هي على في أي اتجاه دون أن يركزوا، يعني كادت صراحة كادت أن طيب تصيب يعني إحداهم. هل كان هناك سبب لهذا الاقتحام برأيك؟ لا صراحة أنا لا أستطيع أن أقول لك ماذا حدث في اجتماع مع رئيس المؤتمر ومع بعض الأعضاء الموجودين تحت، يعني هم المفترض ان رئيس المؤتمر وبعض الاعضاء كانوا مجتمعين مع ممثلين لهؤلاء المتظاهرين بشان تسليمهم لبيان مطالبهم، يعني لما جرت العاده لما يكون في متظاهرين بعض الاعضاء يطلعوا يقابلوهم يحكوا معاهم يشوفوا شو مطالبهم ويطلعوا بعدين يعرضوها على المؤتمر. هذا هو اللي كنا ننتظر فيه، لكن فجأة وأثناء قاعد الاجتماع قائم تحت دخلوا صعدوا إلى القاعة ويعني لم يتركوا شيء، يعني حطموا حتى الشاشات الخاصة بالعرض بتاع داخل القاعة هذه، يعني بصراحة كان الموقف يعني مش عارفة يعني كيف نقول لك، يعني أنا على الصعيد الشخصي طيب في شخصي هيك يعني كنت معرضة للاعتداء منهم. طيب 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 هنا نأتي إلى هذا السؤال، وهو يعني هل هناك اشتباك، هل حدث اشتباك مع حرس المؤتمر؟ أبدا أبدا لم يكن، أنا صراحة أمر بدت أستغرب يعني كيف دخلوا بهذه الطريقة واقتحموا وكسروا وحطموا وفعلوا ما يريدون ولا زالوا موجودين. يعني الآن في طريقي إلى البيت واضطرينا أن نخرج من يعني ما قدرناش حتى نخرج من الباب الرئيسي والباب المعتاد لأنهم كانوا متجمهرين مجموعة منهم في الخارج. مش عارفة الآن هذا السؤال يوجه إلى الأمن الرئاسي. طيب هناك أنباء تقول أن أعضاء المؤتمر هناك يعني تعرضوا للضرب، يعني هل تؤكدين أم تنفين؟ صراحة أنا لا أستطيع أن أؤكد بصراحة، ولكن هم لما جو دخلوا الشباب إحنا كنا خارج القاعة فدخلنا، فأنا على نحكي عن نفسي معي بعض الأعضاء دخلنا إلى القاعة لأخذ حقائبنا والخروج، لأن كان الوضع جدا محتقن وكان ممكن يتم الاعتداء على الأعضاء ويتم ضربهم، فاضطرينا نحن نخرج من حاولنا نخرج من القاعة. فأثناء وجودي داخل القاعة بدأوا في تحطيم محتويات القاعة وبعض الأعضاء موجودين وفي بعض منهم قاعد جالس مش كلهم يعني من يعدوا على الأصابع اليد، وبدأوا في رمي الأكواب الزجاجية في كل مكان وفي كل اتجاه دون تركيز، وكادت إحداهم أن تصيبني على الصعيد الشخصي. بعدها خرجت أنا من القاعة وسمعت يعني أصوات غريبة، فسألت بعض الأعضاء في الخارج قالوا لي إطلاق رصاص داخل القاعة، ولكن لا أعلم هل هناك عضو أصيب، لم أتأكد من هذه المعلومة صراحة، أو أنهم قاموا بالاعتداء على أحد الأعضاء هذه لم أشاهدها بعيني، ولكن طريقتهم في الهجوم طيب وفي طيب رمي سيدة أسماء، القاعة يعني كيف هو الوضع الآن كانت ممكن تصيب أي عضو. بقاعة المؤتمر الوطني العام؟
لا زال ونحن غادرنا منذ يعني منذ اتصلت انت بي، انا يا دوب كنت طالعه من المكان، فهم ما زالوا موجودين في قاعه المؤتمر، وبعض الاعضاء غادروا والبعض ما زال موجود في ساحه فندق ريكتس لاخذ سياراته، والبعض غادر وترك سيارته في مكانها يعني، والبعض ذهب للقصور يعني، لكنهم موجودين يعني موجودين حتى في الشارع. هناك اسلحه ثقيله عليها العلم الامازيغي يعني، مانيش عارفه المظاهره السلميه كيف تحولت فجاه هكذا الى. طيب يعني سيده اسماء، يعني هل كان المؤتمر يناقش شيء يتعلق يعني بموضوع الامازيغ فتم الدخول عنوه؟ لا، هو الجلسه الصباحيه كانت تتكلم عن الوضع الامني وعن ما حدث في الفتره الاخيره من تكليفات للدروع وغيره، كان هذا النقاش في الجلسه الصباحيه. حين رفعت الجلسة أبلغنا رئيس المؤتمر بأنه سيذهب لمقابلة ممثلي عن المتظاهرين السلميين في الخارج الأمازيغ، وعرض على بعض الأعضاء أن هم ينزلوا معاه ويحكوا معهم. هذا هو كان السياق، ومن بعدها سيأتي رئيس المؤتمر في الجلسة المسائية وبعض الأعضاء اللي كانوا معاه لطرح ماذا يريد هؤلاء وما هي مطالبهم وما هو بيانه. لكن الأمور فجأة تغيرت وانقلبت، وأصبح في هجوم على قاعة المؤتمر، وفي هجوم يعني نقول إن هو يعني هم لما كانوا يحدفوا في الأشياء داخل القاعة يمينا ويسارا يعني كان ممكن يصيبوا أي عضو، يعني كان عندهم عادي يعني يضربوا أي واحد من الأعضاء، ما فيش أي إشكال بالنسبة لهم، لأنهم كانوا يرموا الأكياس الأكواب هكذا وحطوا. طيب طيب سيدة أسماء، يعني ما الذي سيحدث بعد ماذا سيحدث بعد ذلك؟ نعم، بعد كل هذا ما الذي سيحدث؟ هم الآن موجودين في قاعة المؤتمر، ربما يصير فيه هذا الموضوع أمني صراحة الآن، بحاجة ربما يكون فيه موضوع التدخل الأمني للتفاهم. هو طبعا المطالب ما الثقافة الأمازيغية هذه على عيننا وراسنا، الحضارة واللغة الأمازيغية، أنا واحدة من الناس يعني ندعم ونشجع أن الليبيين يعرفوا هذه اللغة، ولكن ليس بهذه الطريقة يعني صراحة. طيب يعني أنت أثرت الآن موضوع مهم، لماذا لم يتم إخراج سبب أو بيان معين ليبين للناس او لهؤلاء المواطنين او هؤلاء المحتجين عن لماذا يعني تحولت من سلميه الى عنف؟ هذا تقصد انت سؤالك؟ لا اقصد بسؤالي، لماذا لم يخرج المؤتمر الوطني العام بايضاح معين لهذا المكون الثقافي عن سبب المنع او سبب عدم دستره اللغه، او اذا كان هناك سبب يمنع دستره اللغه؟ هو المؤتمر الوطني لم يقرر ان اللغه تدستر او لا تدستر، الدستور لم يكتب بعد يا سيد الفاضل، هناك لجنه ستشكل وهي التي ستكتب وهي التي ستضع المواد في الدستور، والليبيين هم الذين سيقررون، الشعب الليبي هو الذي سيستفتى في استفتاء عام وهو الذي سيقرر بنود هذا الدستور، مش المؤتمر الوطني. يعني الفقره التي يطالب بها اخوتنا المكونات الثقافية واللغوية اللي هي لها علاقة بآلية التوافق على الحقوق الدستورية داخل الهيئة التأسيسية، وهذا مخالف للإعلان الدستوري. إذا كان إحنا حنحكم بالإعلان الدستوري، مخالف للإعلان الدستوري، يعني أي محامي بكرة ممكن يتعلق في القانون ويسقط قانون الهيئة التأسيسية كامل لأجل هذه الفقرة. يعني أشياء هي في أشياء قانونية تحكم حكمة قانون الهيئة التأسيسية، ولكن لماذا نستبق الامور ونقول بان الحقوق المكونات الثقافيه واللغويه لن تدثر؟ لا، الدستور لم يكتب بعد يا ساده، هناك لجنه ستكتب وهناك الشعب سيقرر. طيب سيده اسماء، يعني ماذا عن الجلسات القادمه؟ هل سيكون هناك جلسه مسائيه ام ستؤجل الى جلسات الغد؟ نتيجة للحدث الطارئ الذي حصل لا أعتقد أن هناك جلسة هذا المساء، يعني رفعت الجلسة وسيطر وحطموا القاعة، يعني ما عاد حتى في قاعة أصلا. طيب وغدا بالعادة هو يوم الأربعاء هو عمل لجان، واللجان أغلبها متواجدة في القصور مش متواجدة في قاعة المؤتمر،
فسننتظر ربما يكون في جلسة إذا استفتائية الخميس. إذا سننتظر للغد لنعرف ماذا سيحدث. شكرا جزيلا لك سيدة أسماء سريبة عضو المؤتمر الوطني العام، حدثنا من طرابلس.